ده اكتر وقت بحبه في اليوم يا ست محروسه، لا حد يجيلي ولا اروح لحد، اقعد كده اشرب كوبايه الحلبه بتاعتي في هدوء وسكينه. حاسه اني عايزه افضل قاعده متنحه وساكته كده، محتاجه الصمت بدون زيارات بدون كلام. لو تعبانه وعايزه تروحي روح انت، وانا خلي علاء يقفل ويلم. وانا ورايا ايه؟ اصلا مش جاني نوم. ماشي خليكي، بس اوعديني هتقعدي في صمت. كنت عايزه ارغي. مش كل اللي بيتمناه الواحد بيحصل. مساء الخير يا نعم. ازيك يا ياسين؟ ازاي؟ مساء الخير يا ست محروسة. الحمد لله يا ياسين بيه. بقولك يا نعمة، أنا همشي بقى مش قادرة. هموت وأنام. هموت وأنام. الولاية اتهبلت. داخلين لنا الجو. فاكرين داخلين على وصلة تعطيف. بتمنى والله. مهم، صلاح جالي الشركة وهددني. كنت متأكدة. طب وإيه؟ خفت؟ أوي. أنا حتى جايز الخبط في قهوة محروسة. مساء الزفت. اهلا يا استاذ محمود، ازيك؟ لا اهلا ولا زفت. في ايه يا عم كراسي؟ متضايق يا نعمه، جايه فضفض. وانا ربي مش مكتوب لي اقعد لوحدي. ايه اللي حصل يا عم محمود؟ احكي لي. ابوكي ابوكي شتمني وضربني وطردني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ عديت عليه نلعب دورين شطرنج، لقيته قافل وشه، قلت له ما تفك وشك شويه، قال لي انت مال اهلك ومال وشي؟ ملعون ابوك لابو نعمه. قلت له الله، وايه اللي جاب نعمه دلوقتي في الموضوع؟ انت بتشتمني انا؟ راح رزعني بالشطرنج على دماغي وقال لي ادي اللي بيجمعنا، وراح ضربني بالشلوت وشتمني وطردني وقفل ورايا باب الشقه. انا ما سكتش، قلت له من ورا الباب عيب عيب يا سعيد يا مهزأ، ما تعملش معايا كده، احنا اصحاب. راح ردد عليا من ورا الباب المقفول وشتمني. عارفه شتمني قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي محدود. طب وايه الجديد يا عم كراسي؟ ابويا بقاله 100 سنه بيقول لك يا محدود. اشمعنى النهارده يعني ضايقتك؟ من اين اكتسبت هذه الكرامه يا عم محمود يا كراسي؟ ما هي مش محدود اللي ضايقتني، ولا انه شتمني، ولا انه رزعني على دماغي بالشطرنج. أنا الشلوط هو اللي وجعني. بتضحكي يا نعمة؟ أنا كنت عارف إن أنت هتقف في صفه يا بنت الكلب. أنا غلطان إن أنا جبت حد عندك هنا. ملعون أبوكي على أبوه. اسفخس عليكوا عيلة واطية. استنى بس يا عم محمود، اللي اتكسر يتصلح. أنت مال أهلك؟ هو أنت اللي اتضربت بالشلوط؟ أهلي؟ معلش حقك عليا. كويس انه مشي، انا دماغي هتنفجر من الصداع. خلينا قاعدين في هدوء. والله